معي كم يوم بايلكم الصيام؟ بكره بس يوم واحد. يا مسكين رمضان خلص وانتهى. بدي اسال سؤال. واحد عمار عمود، اطول عمود 624 متر، وحط له الاضويه وشعل. بعد ما خلص العمود جاب تركتور ضرب العمود رمى بالعرض. شو بتقولوا عنه، هذا عاقل ولا مجنون؟ جاوبوني، عاقل ولا مجنون؟ رمضان مر معكم 29 بكره 30، انتوا عم تبنوا بناء لاجل التقرب الى حضره الله عز وجل. لا تفسدوا البناء بلحظات. البناء بياكل زمن، لكن هدم البناء بلحظات بيصير. فكل منا بنى بهذا الشهر، خلص رمضان، خلص الصيام، فلتت الزنبركات، كل واحد منا فلت لما كان عليه. رمضان في الحقيقة هو مدرسة. مدرسة ليتمسك الإنسان بأخلاقه التي مرت عليه في رمضان ويستمر عليها مدى السنة، مدى العام. يأتيه رمضان القادم يبدأ أن يرتقي بأخلاق جديدة إلى نهاية الشهر ويتمسك بها إلى نهاية العام، حتى يستقبل رمضان. كل رمضان يرتقي شوية، فإذا كان كل شهر رمضان الإنسان ارتقى شوية، بنهاية العمر بيكون فوق ولا تحت؟ إذا كل شهر رمضان بيطلع له 10 درجات، بنهاية العمر بيكون فوق ولا تحت؟ وإذا أهمل صام رمضان، بعد رمضان فلتت البركات، رجع لما كان عليه من سوء الأخلاق. وما بدي أشرح لكم شو سوء الأخلاق. يا ترى بيطلع بالأخير ربحان ولا خسران؟ يا ريت يكون خسران، يا ريت يكون خسران. إذا خسران الدنيا بما فيها تتعوض، لكن إذا خسر محبة الله له هذا الخسران أكبر. أما الدنيا كلها إذا خسر أكبر، أنو خسر أكبر؟ خسر محبة الله له. فإذا واحد منكم بنى الآن يعني مدماكين 3 ملاميك يعني 50 سنتيم 100 سنتيم على شيء، يحافظ على هذا البناء إلى رمضان القادم. رمضان القادم بيأذن من هون لنهاية العمل، بشوف صار عنده بناء طابقي أكثر من 20 طابق، ويراها في حشره ونشره، ويراها في قبره. هي أحسن. أو بعد رمضان نتهاون، إيه خلص رمضان شو صار يعني؟ صمنا وخلصنا، فلتت البركات. فإذا رجعت إلى الوراء كم تكون خسارتك؟ رجل نشأ في الحياة درويش على البركة، عاش عمره 40 50 60، درويش على البركة، عايش مستور ماشي حاله، في حدا بيلومه؟
أما بعد ما ظهر تجارة تاجر كبير وصار يشار إليه بالبنان إنه هذا تاجر كبير وأكل صواب وخسر الخمير والبطير، أنه أصعب يلي بنى وهدم أصعب وهاللي ماشي على الدرجة أصعب، أنه حياته أصعب يلي ماشي على الدرجة عايش على حسب ما هو عليه ماشي حاله، دخله محدود وعايش ومستور على دخله. أما إذا طلع لفوق ورد نزل ما عاد يستدي يمشي بالشوارع، لا بيعرفوني إني أنا كبير، بعدين صرت صغير، شلون بدي أمشي بالشوارع والناس يشوفوني؟ فاليوم نحن فيما بيننا في هذه الحياة نسير، وغدا سنلتقي يوم الحشر والنشر. يلي بنى البناء وكل سنة رفع البناء وكل سنة رفع طابق كل سنة رفع طابق سيصل بعد 60 70 80 سنة إلى طابق باللوش فوق، وهذا مقره. وإذا كان عبيب الطابق برمضان بعد رمضان بهدمه، رد بيبني برمضان رد بعد رمضان بهدمه، بعد أنه طابق بصال يبقى مكانك تحملي أو تستريحي. إلي أمل بفضله وكرمه وعطائه وإحسانه كل من صام رمضان أن يرقيه عنده، لكن أنا مالي مسؤول إذا هو خربط ونزل المقام تبعه. وبإيش بينزله؟ بكذبة وحلة بخرب الكل، بغيبة بفلت الكل، بنظرة حرام، نظرة حرام مو بس للمرأة فقط، سواء النظر للمرأة نظرة الحرام أو النظر لمال الحرام. فلان والله عنده سيارة ما في مثله، يا ريت روح أنا أخذها. كلمة يا ريت أن أنا أخذها سرقة. ليش حتى تتمناها ما تطلب من الله ما هو أرقى؟ الله عنده ولا ما عنده؟ أنا بعرف شخص كان بالجامع فقير، يعني إذا الناس ما طعموه ما معه يأكل، لكن كان صادقا ما بيعرف الغش ما بيعرف الكذب ما بيعرف اللف والدوران، دغري هيك صريح. عاش كم سنة لكن لما مات كالملوك، محبة الناس له لصدقه واستقامته. الجنازة اللي طلعت ما طلعت حدا مثله، السبب هو الصدق وليس مع الخلق فقط، الصدق مع الخالق ومع الخلق. والله قال ليجزي الصادقين بصدقهم، إذا كنت أنت صادق سيكافئك على صدقك. إذا كان صدقت في رمضان وبعد رمضان فخدتها، شو بتكون كسبت من رمضان؟ إذا عمرت بناء وهديته شو الفائدة؟ نظر الناس إلك شو بيقولوا عنك؟ أنا بنيت غرفة 4 أمتار 4 أمتار 4 أمتار، بعد ما خلصت ودهنت صار صالح للسكن مسكت الفاس وديتها، شو بتقول عني؟ عن شيء يقول واقع؟ عاقل ولا مجنون؟ المجنون من يعصي الله. شاف النبي عليه الصلاة والسلام واحد فاقد العقل راكدين وراء الناس عم بيقولوا مجنون مجنون، قال لا تقولوا مجنون قولوا مريض في عقله،
المجنون من يعصي الله. شو المعصية؟ الله فرض علينا الصلوات بأوقات متفاوتة. إيه هلا بصلي؟ وشوية بس خلي صاحبي بصلي، بس نروح من عند هدول بصلي، وهلا رح أصلي أذان العصر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما صليت الظهر. بجوز اتوضى وصلي الظهر هلا بعد ما أذان؟ بجوز، بجوز. لو أذن الظهر العصر بجوز تصلي الظهر، ولو صليت العصر بجوز تصلي الظهر بعد العصر. لكن أنا بدي أسأل سؤال ما بعرفه ولا بعرف الجواب على السؤال، بدكم أنتم تجاوبوني لأتعلم. أكلت مجدرة بزيت، البصلات وأمنها والزيتات سخنين والمجدرة سخنة. شو رأيكم هي بعد صلاة الظهر؟ لكن في علة واحدة، الله يصلح المرأة طبخت المجدرة وخبتها تحت القاطع ونسيناها جمع الزمان، جينا بدنا نطالع المجدرة لقينا القطن على وشها، مين بياكل؟ شو بكون ليش موجودة؟ مجدرة ليه موجودة؟ وبصلات عليها بس في عليها قطن أبيض. شو السبب؟ قال لأنه باتت. فالصلاة البايتة مثل المجدرة البايتة، مين بحب ياكلها؟ والصلاة التازة مثل المجدرة التازة، مين بحب يأخر الصلاة عن وقتها؟ والأفضل نصليها بالبيت ولا نصليها بالمعمل ولا نصليها بالدكان ولا نصليها بالجامع؟ وين الأحسن؟ أنا لو عرفت في رزقة فيها 500 ورقة بطلع من الدكان بروح مشيني شي 10 خطوات. يا ترى الأجرة اللي بتاخذها من الله على صلاتك مع الجماعة أكبر أو 10 مليون أكبر؟ ال10 مليون اللي حطوك بالقبر ما بتسيبينهم شي، أما دي أجرة عند الله تجد أنوار ذلك العمل في قبرك وفي حشرك ونشرك، وعندما تقف إلى الحساب تجد أنوار هذا العمل بين يدي جبار السماوات والأرض. فأنو أحسن نخلي الصلاة إثبات لمن لحقت هذا؟ لكن رح أقدم لكم هدية. أديش الهدية؟ كبيرة وصغيرة، كل واحد منكم يعلم يعمل حساب، حساب صندوقه كل يوم مشان يعرف شو دخل وشو خرج، وحساب السنة مشان يطالع الزكاة، هذا ضروري ولا ما ضروري؟ اعمل حساب أنت والله كم صلاة صليتهم أنت بالبيت، وكم صلاة فاتوك، وتحاسب أنت والله. الأحسن تأديهن قضاء أو الأحسن تسأل عنهن هنيك. أنا أمي رحمة الله عليها قالت لي ماما إذا انشغلت عن صلاة من الصلوات وما أديتها بساعتها أديها أنت ما وصلت لها. أنت أحسن ما تضرب بوجهك بين يدي جبار السماوات والأرض إذا ما أديتها. هي الصلاة مرقت معك ما أديتها، ليش؟ شو المانع؟ إهمال، كسل، تنبلي، اعملوا كم عصاية مشان الله. والله ما لحاسم أتحمل ولا عصاية، بدي أنا أدي الصلوات القضائية اللي علي. كل ما صليت فرض صلي معه فرض قضاء. أتاني رجل رحمة الله عليه اللي ما عاد لحق، قلت له أنت أدي اللي بتحسن عليه
وانت ما متت انا بكفل لك مالي. بكفل على ايش انا؟ أدى الزلمة صلواته، صار عمره 50 55، بيصلي بيصوم. رحت اجل عندي يوم من الايام صلى الصبح عندي، قلت له شو ما شاء الله فايق بكير؟ قال لي لسه ما نمت، أبصلي قضاء كل الليل وجيت صلي الفجر عندك وارجع انام. قلت له ليش كل مستعجل؟ قال لي خايف موت وعلي قضاء. قلت له انا على يقين اذا انت متت وناوي القضاء الله بوفي عنك. فشو رايكم اذا واحد عليه قضاء يؤدي على مهل شويه؟ شو رايكم؟ وكل واحد منكم اذا اجى ضيف بده يشغله وعطى حنك شي نص ساعه، ثلاث ربع ساعه، ساعه وربع، ساعتين، بمن من ضيفه؟ مين منكم بيقبل يكون ضيفه الله ويقف بين يديه في جو الليل ويصلي ما فاته؟ وإذا ما عليك إلا ركعة تقدم إلى الله بالركعات تجد أثرها في حياتك وبعد مماتك. إذا ما عليك قضاء ابنوب تقدم إلى الله بالركعات في جوف الليل. إذا في سهرة عرس نسهر، سهرة أغنية نسهر، أما سهرة فيها محبة الله ما مسهر. معلش قبل ما تنام صلي لك ركعتين أربع ركعات قبل ما تنام، ونام على طهارة، وإذا فزيت بتفي على طهارة، هي أحسن ولا ربي يسير؟ اليوم منصلي وبكرة منصلي وبعد بكرة منصلي، وإذا أخرت عند الله عم يتسجل تأخيرك ولا ماشي سودة؟ شو رأيكم؟ إذا تأخرت عم يتسجل عند الله. فأنا بأمل من حضرة الله عز وجل يلهمكم مثل ما حافظتوا على صيام رمضان تحافظوا على الصلوات الماضية، حتى إذا أتى رمضان القادم ما علينا ولا ركعة قضاء فضلا من الله وكرم. أما أنا ما علي ولا ركعة قضاء، مرضت وانقطعت عن الصلاة ورجعت أديتها، رحت على المستشفى رعى لي بعض الصلوات، جيت على البيت ما أكلت ولا شربت حتى أديت ما علي من الصلوات. خايف موت وأسأل عنها، ومت ما متت بعدين. حدا منكم خايف يموت؟ والله والله على ما أقول شهيد، ما لي أمل أني أعيش لبعد أربع ساعات، ما لي أمل بالحياة. بكرة ميت أنا، بكرة أنا علي مسؤولية، بدي خلص حالي من مسؤولية، ما علي ولا ركعة قضاء، لا سنة ولا فرض. فاتني وأديتها بالمرض بالسفر، فاتني قبل ما أتناهى للطعام والشراب بأدي ما علي من القضاء. فأنا بأمل كل واحد منكم يكون هذا شعل لهمته أن يحاول أن يفي ما عليه من القضاء قبل أن يأتي الاستيفاء. بكرة بتموت بدهم يحاسبوك على كل صغيرة وكبيرة، إلا إذا كنت ناجي أو مأمن حالك بالقبر أنت. أما أنا والله ما مأمن حالي بالقبر، ما بعرف، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لذلك أنا بنصح كل واحد منكم يؤدي ما عليه. ورمضان راح، هلأ 28 يوم مرقوا، وبكرة 29، وبعد بكرة 30 يوم مروا ما حسينا فيهم. كل شهر منعدهم بالحمصة إلا رمضان يطير أوام، لأنه أيام السرور ما بيشعر فيها الواحد، أيام الكآبة بيشعر فيها.
فإن شاء الله ربي مثل ما سركم برمضان يبقي لكم هذا السرور إلى رمضان القادم حتى نلقاه وهو راض عنا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.